تركيا تطلق بنجاح رابع قمر صناعي إلى الفضاء. القمر الصناعي التركي سيعمل مدة 35 سنة. أطلقت تركيا قمرها الصناعي تركسات 5A إلى الفضاء بنجاح مثل هذا اليوم قبل 3 أعوام على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية من قاعدة كيب كانفيرال في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه في مداره عند 31 درجة شرقا. وجرى إطلاق القمر تركسات 5A الذي يعد من الجيل الخامس للأقمار الصناعية في تمام الساعة 5:15 بتوقيت تركيا قاعدة بولاية فلوريدا الأمريكية، جاءت الإشارة الأولى منه بعد 35 دقيقة. تم تطوير وبناء القمر التركي تركسات 5A واختباره من قبل شركة إيرباص للدفاع والفضاء بمشاركة مجموعة من المهندسين الأتراك بموجب العقد الموقع في 9 نوفمبر 2017، وهو رابع قمر صناعي نشط للاتصالات في تركيا. وبعد رحلة في الفضاء استغرقت حوالي 4 أشهر وصل القمر الصناعي إلى مداره عند 31 درجة شرقا 5 مايو 2021، وأكمل اختباراته بنجاح ودخل الخدمة في 28 يونيو/حزيران 2021. سيعمل القمر لمدة 35 عاما، ويبلغ وزنه 3500 كيلوغرام، وقوته الإجمالية حوالي 15 كيلووات، ويعمل على نطاق التردد الجديد المعروف باسم KU. وبذلك أصبحت تركسات من أوائل مشغلي الأقمار الصناعية في العالم الذين بدأوا باستخدام هذا النطاق الترددي. تغطي خدمات قمر تركسات 5A البث التلفزيوني ونقل البيانات بقدرة 1728 ميجا هيرتز، وسيغطي مساحة جغرافية واسعة تشمل كل من أوروبا والشرق الأوسط.